يو واتساب جايز، السلام حمزة المعروف حمزة الشلع. ما نطولش عليكم، درت الفيديو باش نهضر على جوج حوايج. اول حاجه ما تيقف حتى واحد، شي واخا يكون صاحبكم بحالي انا دابا كتشوفوني قريب من الكاميرا حيت شاده فيدي باش ما طيحش. هذا هو التيرابي ديالي. داكشي علاش ما كنديرش سيت اب. تحيه لك اسكوزا، واخا نديرك في مينياتير باش نربح عليك ليفي. وحيت هذه كاميرا ايوب سوي لك، انت كتشوف هذا الفيديو ايوب دير لايك وتابونا. سو كيما قلت لكم قبيلاش، ما تقف حتى واحد، لا صحابكم لا اختكم لا امكم بحالي انا مازال ما شرت لي نيكون. والثاني حاجه هي ما تاخذوش شي حاجه من عند شي واحد ما كتعرفوش ولا ما معاشرينش معاه مزيان. واقيلا تفكرت واحد خينا اجي عند عمو. وانا دابا علاش كنقولها لكم اليوم؟ حيت انا عشت داكشي. عشت داكشي، راكم شايفين شي درت الفيديو واقيلا. انا راه كنت معاهم، انا كنت كندير دوك العمايات كندوز داك الشيء بالتخبيه باش ما يشوفني حتى واحد وما يحصلوناش. او كيف ديما ما تيخوش داك الشيء، عشان نوريكم واحد لاكستري دابا. جبتي داك الشيء؟ شافك شي حد؟ لا ما شافني حتى حد. ياك ما شافك استاذ المطر ما عنديش معاه. لا ما شافني حتى حد، من غير استاذ هاد العربيه. استاذ العربيه واش انت ما بغيتيش تخرج عليا؟ راه نسيتي استاذ العربيه عمي يا صاحبي. بصح اسمح لي. دريسيني يا حمار. صافي هني انا خاصة نسربيو العملية، ما حدنا مستوري. لا تسقدم. واتو يا الكلاب.